مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم من عند ريستورون جاغالينو. اللي ما يعرفش جاغالينو هو ريستورون موجود في سوسة في شارع النخيل، سبيسياليتي نتاعو شباتي وملاوي. خذيت 4 برودويات من عند جاغالينو باش نجربهم ونعطيكم رايي فيهم، باش نعطيكم زاده السوم نتاعهم واسكو يستحقوا السوم هذاك ولا. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد، وتوصلوا المقطع هذا ل 150 لايك. أكثر حاجة عجبتني في جاغالينو اللي هو حاط اللوجو نتاعو، كعبة الشاباتي هذي اسمها جاغالينو، باش نجربها ونعطيكم رأيي فيها. هذا منظرها، كما تعرفوا الشاباتي نتاعنا نتاع المهدية. بسم الله. أول عظة عضيتها فيها العظم، فيها سكالوب وسلامي. صراحة ميلونج غريب هو، أما بنين على الآخر. فيها سلامي، فيها سكالوب، فيها العظم، فيها زادة منعرفش موزاريلا ولا جبن، هذا منعرفش. فيها جبن العربي، صراحة مشخشخة على الآخر. الميلونج غريب صراحة، أما بنين. نعطيها 8/10 كعبة شباتي هذي جاغالينو. هذي ثاني كعبة شباتي باش نجربها اللي هي سبيسيال، كيما تعرفوا نفس الأخرى أما هذي سبيسيال. بسم الله. البات ياسر بنينة، ياسر طرية، ياسر ذوب الفم. سبيسيال هذه فيها طن وفيها عظم وفيها سلامي وفيها جبن العربي والهريسة بيان سور. ياسر بنينة. كيف كيف الشباتي هذا سبيسيال زاد بنينة، نعطيها 8/10 كما الأخرى. نتعداو لكعبة الملاوي الأولى اللي هي نورمالمون جاغالينو. يا جماعة أقسم بالله العظيم الريحة متاع الملاوي ريحتها بنينة على الآخر. أكثر حاجة تعجبني في الجاغالينو اللي هو يخدم في الطاجين العربي، ماهوش يخدم على الجريال، هذاك علاش يعجبني. بسم الله. فيها الشاورما هذه، تفرجوا يا جماعه تفرجوا التخشيخ. فيها الشاورما، فيها الفريت، فيها الجبن العربي بنينه. فيها اليوتي، فيها طماطم، اما مش مكثره لها. حاجه تعجبني على الاخر اللي اليوتي والطماطم في الساندويتش ما يبداش برشا هكا وملقص، ما هيش ملقصه بلي صوص والكل. يعطيه الصحه. بحكم اللي اني نحب الكاتشوب برشا، دونك نعملو رشة كاتشوب.
تعمل بارتيكل تايب في الطاجين فيه جوك المحروق هكا شوية، عطيه جو بنينة على الآخر. تفرجوا تلمو البات فري، تفرجوا لاصقة أصل الذوب. كعبة الملاوي هذه نعطيها 10/10. صراحة من البنة متاعها باش نكملها الكل. نخليه شوية الكعبة الملاوي الـ XL، وتوا يا جماعة نوصلوا في كعبة الملاوي الـ XL. ما شاء الله كبيرة. تفرجوا تفرجوا يا جماعة، تفرجوا قنبلة بالرسمي، قنبلة نووية. تفرجوا تفرجوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تفرجوا يا جماعة، هذه توكل ثلاثة من الناس، أما بيان سور ناكلها وحدي. هذه سبيسيال اكس ال. مذهب بنا هذه كان فما شكون نهارين ولا ثلاثين ما كلاشين ننصحك بهذه. والبات الفريم تاع الملاوي جو بيان سور بنا، كيف ناكل لازم نعمل رشة كاتشب. والبطاطا تفرجوا الفريت يا جماعة. نينا على الاخر يا جماعة، نعطيها 8/10. تقييم الشامل لريستوران جاغاليون نعطيه 8.5/10، بالرسمي بنينة على الاخر ونظيفة الماكلة ويعطيه الصحة.